الحقيقة نحن الساعة 4 و17 دقيقة 20 دقيقة فقنا على هزة أرضية صارت وكانت الهزة بالأول خفيفة وبعدين بلشت تكتر الهزة أكثر وأكثر وأكثر طبعا نحن خلص يعني استسلمنا أنه خلص يعني نحن إما بنموت تحت الردم أو منطلع طيب طيبين يعني الحمد لله أنه طلعنا طيبين فطلعنا لبرا وشفنا الكارثة برا نحن كانت الكارثة كبيرة كثير يعني نحن بالاساس مهجرين بهالبلد موجودين كلنا مهجرين اللي من حمص ومن حلب انا بالنسبه لي مهجر من من الغوطه كما انا عانيت كثير يعني بالغوطه عانيت من من النظام عانيت من الميليشيات الايرانيه اللي اجت لعنا من الافغان اللي اجوا لعنا عانينا من العالم اللي اللي, قتلونا هنيك قتل اولادنا وهجرونا وما و و و و خلصنا من النظام الظالم يعني نحن جينا لهالبلاد هي وما خلصنا منه للنظام لسه لاحقنا لهون وسبحان الله, الله الله سبحانه وتعالى ارادته اه شاء قدر الله ما شاء فعل صار هذا الزلزال عنا ونحن و و بالاساس ما عنا شيء ما عندنا مقيمات الحياه ما عندنا شيء نحن صرنا 12 سنه عم نعاني 12 سنه صرنا نحن عم نتهجر من مكان انا بالنسبه لي 16 مره طالع من المكان اللي انا ساكن فيه يعني كل ما حاولت انشئ بس عباره عن مطبخ صغير طنجره وصحن وكذا ما بدي شيء انا بدي اعيش بامان انا يا اخي اكمل عمري اعيش بامان ما بدي شيء انا بس تجينا سبحان الله يعني نحن نحن هي الشغله اللي اجت من الله سبحانه وتعالى قضاء وقدر ولكن نحن الاساس اللي هجرنا مين يا اخي اللي جمعنا بهالمنطقه المصيبه اللي صارت كثافه سكانيه تجرت العالم بيوتها واجت لهون لحتى مات العدد الكبير من الناس فهذا تهجيرنا نحن بسبب الميليشيات او بسبب النظام او بسبب روسيا او بسبب هدول اللي طلعونا من بيوتنا هدول هن السبب الاساسي بالاساس اما قدر الله ما شاء فعل هذا الزلزال الله سبحانه وتعالى قدر لنا الحقيقه الناس كنفسيا معدومه نفسية اطلاقا الناس يعني انا بالنسبه لي لهلا لسه ما فقت بجوز من هول الصدمه يعني يعني انت متت ورجعت واحد مات ورجع شلون بده يكون موقع يعني احساسه فالناس حاليا نفسياتها ضعيفه ومنتهيه يعني الاخ اللي استطاع استطاع بالكاد انه يامن لعيلته طنجره وصحن ومعلقه وما بعرف شو وزبطوا ان هيك عمل حاله مسكين لقى اساسا نحن ساكنين ببيوت كلها اكله أكل قتل يعني يعني البيوت بايدي للسقوط باي لحظه يعني يعني الطيران أدموا ضرب علينا، البيوت اساسا شلنا واقفه هيك على بعضها، او ساكنين بمخيم يعني المخيم دوبه معمر له حيط وحاطط شادر فوق، مسكين مآوي نفسه فيه هو، فهذا الانسان راح ما ضل عنده شيء اطلاقا، اللي راح ابنه واللي راحت مرته واللي راح رجل ربي كما خلقتني، ما عاد ما ضل عنده شيء اطلاقا هذا الزلمه، فبحاجه هو لكل شيء هلا حاليا، بحاجه لصحن لطنجره لعيش، الساعه المعاناه معاناة طويله، الاخ اللي راحت رجله هذا لسه بده يعاني بده مسكين بده طرف، هاللي انكسر ظهره، هذا اللي طلع طيب يعني اللي طلع طيب المات الله يرحمه راح الله يرحمه، والعالم يعني في شغله نحن غايبه عنا انه انا رجعت ما عندي شيء، يعني انا رجعت صفيت بالشارع ما عندي شيء اطلاقا، يعني ما مصاري راحت تحت الردم، المعونات راحت تحت ما ضل شيء خالص يعني، فنحن العالم بحاجه هون انه اخي دعم مادي يرجع يعمر له بيت يسكنوه فيه، ونحن ما بدنا بيت ما بدنا بيت يا ابني، بدنا نرجع لبيوتنا. بدي ارجع لبيتي انا انا ماني ما ما. انا شو بدي انا انا شو بدي اجي انا بدي بيتي يا ابني والله بدي بيتي اولادنا راحوا اموالنا راحت لك دورنا راحت يا اخي ما ضل شيء عندنا نحن شو شو بملك انا كرامتي انا ما عندي غير كرامتي انا بملك كرامتي بس وبدي كرامتي القائمة وانا اذا بموت تحت الردم الف مره وبضربني الطيران ما برجع عن بشار الاسد ما برجع ما ممكن ارجع عن بشار الاسد موت من الجوع لا برجع عند بشار الاسد لانه هذا الانسان هجرني طلعني من بيتي هو الحقيقه نحن ما تفاجأنا بالامر كثير يعني الامم المتحده خزلتنا بالاساس يعني يعني خزلتنا واكيد متعاونين مع النظام ما متعاون النظام هذا شاف من اول م... اللي ما اللي يا ابني نواف معنا بالاول هلا بده يوقف معنا شردنا وضربنا انا عشت بالقبو أربعة اشهر أربعة اشهر بالقبو قاعد انا طيران عم يضرب علينا عايشين بالقبو نحن فهلا هذا طبعا نحن تفاجأنا كثير اللي الغصة بالقلب الإسلام الدول العربية هدول اللي أهلنا وناسنا أهلنا وناسنا ما جابوا لنا شيء، يعني بتتفاجئ أنت في رقم كبير صار في إعصار بال2009 يمكن بأمريكا 500 ألف دولار قديش ما بعرف راح لهنيك، نحن ست أيام ما حدا وين وينكم، على قولة إنه المعبر مسكر وما بعرف شو وكذا والآخره والعالم هو تحت الأنقاض، أنا قاعد فوق كومه التراب وما استنى انا لحتى يجي حدا اولادي عم يصيحوا انجدوني سامع صوته وما ما طالع بايدي شيء، كان من المفروض الامم المتحده من اول يوم تجي وتساعد الناس، فالمجتمع الدولي كان فاجأنا نحن, نحن يعني متعودين على ندالته للمجتمع لكن ما توقعنا لهالدرجه انه حتى في المصيبه كانت شغله فيها وضع سياسي، انه اخي ممنوع اخي يفوت عندك انت اذا بتموت شيء هدول الجماعه يموتوا معلش، فهيك انها تفاجأنا يعني سوف يبقى 6 شباط من كل عام هو تاريخ مؤلم في ذاكره الشعب السوري هذا اليوم راح ضحيته الاف السوريين في سوريا والاف السوريين في تركيا الاف العائلات تشردت الاف الناس تهدمت بيوتها مع ان غالبيه هؤلاء الناس هم من هم مهجرين من حلب ومن دمشق ومن حمص ومن حماة وباقي المحافظات السوريه القدر جعلهم في منطقه جغرافيه واحده لكن المصيبه كانت عليهم عظيمه كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة زلزال مدمر آه نحن قبل هذا قبل هذه الكارثة كنا نتعرض إلى قصف من النظام قصف من إيران قصف من روسيا وكنا نقول حين ذاك آه كأنه زلزال لكن اليوم شهدنا زلزال بأم عيوننا آه طبعا هذا الزلزال سوف يكون له آثار جانبية أخرى آه هناك عائلات ما زالت تحت الأنقاض هناك ضحايا آه نحن نستنكر توقف المجتمع الدولي في ارسال مساعدات ثقيله لانقاذ ما يمكن انقاذه من الشعب السوري المشكله ان الامم المتحده والمنظمات الانسانيه تتعامل مع القضيه كاننا نحن بلد مستقر نحن نعيش في بلد فيه ثوره ضد نظام هذا النظام هو كان سبب احد اسباب الكارثه في سوريا معظم الابنيه التي تهدمت كانت سابقا قد تعرضت الى قصف من طيران الروسي وطيران النظام المجرم اليوم الامم المتحده تقوم بزيارات ميدانيه الى الى مناطق النظام للكشف على اثار الزلزال، طبعا هذا النظام يكذب بكل شيء، المناطق التي زارها الوفود الامميه هي مناطق قد تعرضت سابقا الى قصف من النظام خاصه في الوطن الشرقيه. اليوم شاهدنا ايضا دخول القافلات الامميه الى شمال سوريا كلجان تقصي حقائق، طبعا مراكز الابحاث العالميه والاقمار الصناعيه تثبت بادق التفاصيل ان هذه المنطقه تعرضت الى زلزال. وتلك المنطقة تعرضت إلى قصف قبل النظام كشاهد حي هناك بناية من خمس طوابق في مدينة إدلب أه سقطت فوق ساكنيها هذه البناية تقع في حي في شارع الثلاثين في مدينة إدلب هذه البناية سابقا تعرضت إلى قصف من قبل النظام واليوم الزلزال أحدث فيها خرابا كبيرا كان سببا في سقوط عدد من الضحايا فوق رؤوس ساكنيها اليوم النظام يحاول الاستفاده من هذه الازمه سياسيا وكانت له جولات لمرة لاول مره في حلب، عما ان حلب محكومه من قبل ميليشيا ايران، لكن سياسه ايران استوجبت زياره راس النظام الى حلب لكي يظهر بانه جزء من جزء من الحل، لكن الحقيقه هو جزء من المشكله، النظام اليوم يستفيد من هذه الازمه يحاول ان يصور بان عدد كبير من الضحايا في منطقته وهذا الكلام هراء. ايضا هناك مدارس قد تحطمت سابقا بقذف بقذائف النظام، لكن اليوم النظام يقول بانها تعرضت الزلزال ايضا الوفود العربيه والوفود الامميه النظام يقوم بسحبها باتجاه المناطق التي قام سابقا بقصفها. الحال بعموم سوريا حال ماساوي وخاصه في الشمال السوري. لكن المشكله ان المجتمع الدولي يتعامل معنا كاننا نحن بلاد مستقر، نحن لسنا بلاد مستقر على الاطلاق، تباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ الحل السياسي وفق المرجعيه الدوليه هو السبب ايضا في هذه الكوارث، الامم المتحده مجلس الامن الدولي اصدر عده قرارات تقضي بحل سياسي شامل وعادل، لكن التباطؤ في هذه الح... في هذا في هذا التطبيق كان احد الاسباب تخيل معي لو ان هناك هيئه حكم انتقالي تأخذ البلاد بدون بشار الاسد، لشاهدنا تعاطف دولي كبير جدا مع الشعب السوري، لان اليوم النظام السوري الامم المتحده تحتاج موافقه هذا النظام لدخول المساعدات، فما بالك بهيئه حكم انتقالي بدون اسد، لشاهدنا كما اسلفت تعاطف دولي كبير جدا مع الشعب السوري، شاهدنا ايضا تعاطف شعبي كبير جدا من ابناء دمشق مع ابناء الشمال السوري، ورغم ذلك هناك فزعات شعبيه من المحافظات الشرقيه باتجاه الشمال، حتى من قلب النظام يتعاطف مع ادلب، ومن قلب ادلب يتعاطف مع ضحايا الموجودين في مناطق النظام، نحن شعب سوري واحد، لكن هذا النظام دمر كل شيء فينا. تواجد الميليشيات الايرانيه والافغانيه و40 ميليشيا اخرى تابعه لها في مناطق سوريا هي كارثه ايضا على الشعب السوري، الشعب السوري شعب حي. لكن هذه الميليشيات تحاول تغيير ديموغرافي، تغيير بشري في جغرافيه الشعب السوري، هذه هذا التواجد هو خطير على الشعب السوري. بكل أبعاده السياسيه والانسانيه يعني بالنسبه لي انا نازح من بلده التح على اطمي منطقه اطمي فقنا على الزلزال الساعه 4 4 وربع و17 دقيقه كانت الدنيا عم تشتي قوي ودرجات الحراره متدنيه نزلنا على الشوارع كلياتنا طبعا انا وعائلتي الله فكنا وحسينا على الزلزال مباشره نزلنا على الشوارع وعلى الساحات اللي بعيده عن البناء آه طبعا آه في عندي جواريني آه نزل سقط عليهم البناء آه في بناء اربع طوابق نزل عليهم استشهدوا الى رحمه الله آه ومثل ما بتعرفوا يعني نحن صرنا نازحين عشر سنين والامور واجت إجت, اجت هاي الكارثه علينا الحمد لله رب العالمين وجينا على مخيم التح غرب معرت مصرين يعني تقريبا ما يقارب شيء 100 عيلي ومدير المخيم والمخيم فعلا زبطونا بخيامهم يعني طلعنا طلعنا بوقت الزلزال خوف وهلع واكثر شيء الاطفال وتقريبا كنا نايمين يعني بدلات النوم حافين يعني مثل ما بيقولوا حافين عارين قيامة مصغرة كلياتنا نبكي ونصيح الله اكبر ايه يعني بكاء شديد فعلا كل الناس بالشوارع تصيح الله اكبر والحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء ليلة الزلزال صار معنا لحنا نايمين كنا حسينا بيرجي في أنا وأولادي ومعنا أطفال وكذا المهم صار الزلزال نحن رضي موقع علينا طلعت أنا طالعت الأولاد وصار مراجعة وصار العالم تعرف أنت يعني شنو الوضع قمت أنا شلت عندي أولاد صغيرين شلتهم طلعت لبرا إيه وهذا قدر علينا ونحن مضررين يعني من قبل الزلزال نحن في ضرر على الشعب من قبل الزلزال وراح لنا من لطامني 40 كمان واحد في زلزال تركيا إيه حسبنا الله ونعم الوكيل ايش بدي اقول لك ما بعرف لا حول ولا قوه الا بالله الشعور كان الشعور صعب كان شعور صعب لانه فجاه صار وصار زلزال قوي يعني ووقع السطح علينا وحسبنا الله ونعم الوكيل وهذا بالواقع هلأ اللي شلون عايشين يعني ولا حول ولا قوه الا بالله يا عمي والله نحن قاعدين الساعة أربعة يعني نايمين كلياتنا الساعة أربعة بده يكون البشر كلياتها نايمين نايمين الساعة أربعة أربعة وعشرة فحسينا الأرض صارت ترج فينا أنا ساكن أنا محمد زيدال عرنوس قاعد بجندبس فبلشت تهز وأنا قاعد ببناي والبناي طابق رابع فلما صارت الهزة فقمنا بدنا ننزل من على الدرج، قسم من الاولاد نزل والقسم الثاني ضل. فاللي ضليت انا واحد من اللي ضل، فعندنا اطفال صغار قعدت انا واياهم انا وامهم فوق منهم مشان نحميهم. فبلشت كل ما تروج هيك ترمي خفان علينا ومن هون يوقع خفان علينا، فانا تصوبت والمرض تصوبت والاطفال تصوبوا والحمد لله رب العالمين طلع ساغ، فقسم يعني نجي منا وقسم ما نجي. فقسم تقريبا يعني هيك مثل غبنا على الوعي رجعوا طلعوا أولادي طالعوني خدونا على المستشفى هيك صحونا وجروحنا كانت بليغة شوي أه يعني لكن أهون من غيرنا بكثير الحمد لله رب العالمين على كل حال اللي الله نجانا مشهد الأولاد كيف وقت الزلزال؟ مشهد الأولاد يا أخي عبت تسألني أنت عن مشهد الأولاد وضع مزلزل وضع يندى له الجبين وتقشعر له الأبدان الوضع اللي صار بجنديرس لا يمكن يوصفه عقل لا هو اسمه زلزال زلزل القلوب وزلزل العقول الاطفال يعني انا في عندي اطفال لليوم بشكل تقريبا يعني يعني قاعدين وصافلين يعني ما حكوا انا ضليت تقريبا خمسة ايام ما بقى اعرف ايش بدي احكي يعني حتى رفقاتي يقولوا له احكي قول لهم ايش بدي احكي يعني حتى حكي ما بقى يجي حكي وانا قاعد بجنديرس جنب المشفى العسكري وضع وضع شيء لا يعلم به الا الله فوتوا خمسين شخص يطالعوا 30 مكيسين و20 مصوبين اطفال لا يعلم بها الا الله من الشهرين للخمس ست سنوات كلياته متوفي من تحت الردي ومن تحت من تحت من, من تحت الانقاض وضع صعب جدا الجنديرس لا يمكن يلتقسم صار على الارض والقسم الثاني لا يمكن حدا يحسن يطلع عليه لانه متصدع وهلقين تقريبا رموا تقريبا اربع خمس بنايات وفجروا اربع خمس بنايات ما حد مشان ما حد يحسن يطلع عليها جنديرس طلعت بشكل تقريبي كله باواعي النوم تحت المطر وتحت الشتاء كله طلع باواعي النوم لا شحاطات لا تياب لا اغراض لا تدفئه لا ما في شيء نهائيا على الاطلاق كلها طلعت ما ما يقارب جنديرس ما بعرف انا ك يعني ما عندي احصائيه لجندارس ممكن تكون 250 او 300 الف او 200 الف كله طلع بالزلوط تقريبا كله طلع بلباس النوم حاليا وضع وضع الناس سيء حاليا طبعا وضع الناس كلياته سيء لانه سيء مشهود على مستوى العالم كله يعني هذا الامر مرئي فانا جيت عيلتي 10 تنفس جيت لعند ابن عمي خيمته اربعه باربعه يعني قاعدين فيها 20 22 شخص بخيمه اربعه باربعه أول الامر يومئذ لله الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل عسى ولعل يكون يعني قلوبنا يعني يعني عسى ولعل يكون رجت قلوبنا وتزلزلت قلوبنا بالرجعه الى الله متاملين من الله انه نرجع الى الله لانه بس رجعنا الى الله كل الامور انتهت ان شاء الله الله بيحمينا لكن انا مهجر من ريف معرة النعمان الشرقي تهجرنا بسبب ظلم النظام وطالعونا من بلدنا هجرونا جينا سكننا بهالبلدة هاي قاعدين فيها صار فيها علينا زلزال والناس وقع عليها البيوت تهدمت وصرنا نسعفها ما حد ساعدنا غير هالناس المدنيين و... وأهل الدفاع المدني الله يجزيهم الخير ويجزي كل من ساعد الناس طالعنا من تحت الأنقاض نحن بيوتنا هنيك هدمونا إياها ميليشيات الايرانية طردونا منها نحن نترجى من المجتمع الدولي انه يرجعنا لبلادنا ما بدنا لا مساعدات ولا بدنا شيء نحن نترجى انه يرجعونا لبلادنا اذا حقيقه هن بيتعاطفوا معنا مع هالشعب السوري انه يرجعونا لبلادنا ما يخلونا مهجرين الشعب السوري ما بقى يتحمل شيء في الدنيا صارت عليه ضغوط نفسي والحالات البشريه القاعده هون يعني امر ماساوي كثير يعني من بحاجة شيء في الدنيا انه لا يرجعوا لبلادهم ما بدهم شيء الا يرجعوا لبلادهم يرجعونا لبلادنا بس مو اكثر نحن سكان المخيمات العشوائيه شمال ادلب بعد حصول هذه الكارثه الانسانيه ما يسمى بالهزه الارضيه الزلزال طبعا نحن كمخيمات اما المخيم مئات العوائل من القرى والبلدات المحيطة للأسف الشديد أصبحت الخيام هي الملاذ الآمن لكل الناس الموجودين في الشمال إحنا كما يعرفون كل الناس إحنا البيوت عندنا والقرى والبلدات من جراء القصف المستمر علينا هي بيوت غير جاهزة وهي, وهي مهددة كانت تأثير الزلزال كبير علي هناك آلاف المنازل سقطت فوق ساكنة والاخر تصدع، الناس لحد الان في رعب شديد من جراء ما حصل، احنا كناس ساكنين داخل الخيام رغم تعتيرنا وفقرنا ونقص كبير في المواد الاغاثيه والمواد الغير اغاثيه الطوارئ استقبلنا الناس بكل صدر رحب وقمنا بفعاليات بجمع الطعام لهم والسهر ليلا نهارا في خدمتهم، طبعا نأسف كل الاسف للأسف الشديد من جراء تعامل الأمم المتحدة والنفاق الدولي جراء ما حصل عندنا في في الشمال السوري لحد الآن للأسف الشديد لم تصل المساعدات الأممية رغم آلاف الضحايا تحت الركام كانت هناك مبادرات ترفع لها القبعات من جانب أخوتنا العرب في كل من السعودية وقطر والكويت أرسلوا إلينا فورا وكانوا في, في, في الأرض وأخوتنا أيضا في العراق في كل من أربيل وكردستان العراق هناك القوافل وأخرى قافلة العشائر التي تفوق قافله الامم المتحده وايضا نحن كسكان محليين قمنا بعده مبادرات جمع المواد العينيه في داخل المساجد وايصالها الى مستحقها وايضا تفقد الناس تحت الأشجار وهناك إرسال فرق معهم دورات إسعاف أولية إلى المشافي وإلى المراكز الطبية حالة كبيرة وكأنها القيامة الصغرى لحد الآن في داخل الشمال نرجو من جميع الإنسانيين في العالم المجيء والإسراع لحد الآن هناك ضحايا تحت الأنقاص تأن وتصرخ إلى من ينقذها من تحت الركام طبعا نحن أنا أنا كمدير مخيم

مدير مخيم التح استقبلنا ما يقارب مائة أسرة قمنا بإيصال بي بي الأسر إلى داخل المسجد رغم أنه صغير جدا فصلنا النساء عن الرجال والأطفال وحاولنا قدر الإمكان نقوم بتلبية احتياجاتهم الوضع كبير المأساة كبيرة الإمكانيات ضعيفة جدا لا نستطيع نحن نقوم هذا الزلزال كارثة كبرى تعجز عن الدول تركيا الشقيقه الاخوه الاتراك رغم معاناتهم وهناك الاف الضحايا لحد الان وقفت في البدايه عاجزه ما تفعل وتنتظر من العالم اجمع ان يقف الى جانب زلزال تركيا وسوريا وقاموا ايضا بارسال المساعدات والمجيء من الفرق الطبيه وقاموا بفتح معبر باب الهوى من اجل المساعدات الانسانيه وايضا تصليح الطرق التي تربط تركيا مع الشمال بوضع كتل اسمنتيه في طرق بحل اسعافه من اجل عدم انقطاع المساعدات شكرا لكل من وقف الى جانب زلزال تركيا وسوريا.